ولسه اليوم فيه جدا، واول مره فاجات وانبهارات. انا اول مره يا جماعه والله ابقى مصور فيديو ومش عارفه اقول لكم تفاصيل ولا. اللي بيحبوا بقى السفاري و مساء الورد عليكم. طبعا انتوا عارفين ان بكره يوم مش عادي، يوم مامي ندهت على دادي. بكره ان شاء الله عيد ميلادي. طبعا انا كنت بكره عيد ميلادي يا جماعه، وكنت برتب في حته تانية خالص، ومعتز مكتم على الخبر مكتم على الخبر قبل انفيتيشن من قطر انترناشونال تورز. بصراحه ما قصروش في الترتيبات، انا اموت واعرف ايه الترتيبات، انا اموت واعرف ايه الترتيبات. اصلا كنتش هقول لك اساسا احنا رايحين فين. والله يا جماعه زن كتير جدا، بعد زن كتير زي اي زوجه مصريه اصيله عرفت ان احنا رايحين مكان من ثلاث اماكن في العالم انلاند سي، بيجمع ما بين الصحراء وما بين البحر. فبايه الديتيلز هنعمل ايه؟ طب قول اي حاجه ده. كلكم هتتفاجئوا معانا. يلا نشوف يلا اليوم هيحصل فيه ايه. يلا بينا. برضه الهدايا حطيتها في الغرفه، ولسه هم شغالين في توضيب الاوضه، بيعملوا الزينه بتاعه عيد ميلاد. وبصراحه الناس مش مقصرين في اي حاجه، الكام شكله رائع. هنخلص بقى دوم باشنج ونرجع لهم تاني. الحاجات الحلوه دي مبسوطه. ولسه اليوم فيه جدا، واول مره فاجات وانبهارات. انا اول مره يا جماعه والله ابقى مصور فيديو مش عارفه اقول لكم تفاصيل، ولا عارفه اقول لكم انا رايحه فين ولا جايه منين ولا ايه اللي بيحصل ولا اي حاجه، بس مبسوطه وفي دلع في الموضوع. بص يا جماعه انا جاي من وراها اشوف التحضيرات. بصراحه يا جماعه روعه الروعه، ظبطوا لي الاوضه. بصوا ده كله هم اللي عاملينه، اول مره اشوفه زيكم. ظبطوا لي الاوضه ودلعوها، ان شاء الله تتبسط بيها. طب يلا بينا. يلا بينا ايه؟ يلا بينا، تعالي نروح الروم. يلا زيزو، والله العظيم انا مش بحب بقى زي الاطرش في الزحمه كده. يلا يلا يا موري، يلا قدامي بسرعه. قدامك فين؟ انا عارفه انا اروح بسرعة. فين اللي في الوش؟ دي لا، دي اللي في الوش دي ولا دي؟ دي لا، الشمال. لا مش 15، اللي هناك. افتح عادي. زق
ايه الاخبار؟ الله يا زيزو. مبسوطة؟ أوي. ثانك يو ثانك يو سو ماتش. لا بجد ايه ده؟ تحفة جدا تحفة جدا جدا تحفة جدا جدا. طبعا هو الفضل يرجع لقطر انترناشونال تورز في التوضيب ده كله. هما طبعا الناس اللي بيتفرجوا على الفيديو شافوا الكواليس، شافوا بعض الكواليس معايا. انت عشان كده كل شويه تقعد تختفي وتظهر، تختفي وتظهر. انت اللي عامل ده؟ لا هما اللي عملوا كل حاجه، هما يعني اللي عملوا كل حاجه. طب مبدئيا الصوره اللي على الكيك دي، بصي في ناس كتير شاركت في عيد الميلاد ده. الصوره اللي على الكيك دي اللي عملها كريم، كريم اخوكي. الديزاين نفسه كريم اخوكي هو اللي عمل الديزاين بتاع الصوره دي. تسلم ايدك يا كوكو. هو يوسف صاحبه. تسلم ايديك وتسلم ايدك يا يوسف. الكيك نفسها هديه مقدمه من البتيل. البتيل طبعا هم بيكري من 1998 وليهم 16 محل هنا في الدوحه. ما شاء الله شكلها حلو قوي. ونشكر طبعا قطر انترناشونال تورز على التوضيب وعلى تنظيم اليوم بالكامل. بصي الشمعة واقعة على ايدي. لا بجد تحفة تحفة جدا جدا جدا. نشكر مستر ابراهيم ومستر وليد يعني وقطر انترناشونال تورز على التنظيم وكل حد شارك في اليوم الجميل. إيه ده؟ ايه ده؟ لا ده دي بقى بتاعت انا بقى، ده انا اللي مقدمه. الحمد لله على السلامة. ده انا اللي مقدمه بقى، ده انا اللي مقدمه. الحمد لله على السلامة. بس استني هنفتحها في الاخر. يعني انا قلت انت تعالي الاول صورك صور بالكيك. بجد يا جماعه بجد انا متفاجئه جدا ومش عارفه، يعني انا اول مره بصراحه ان انا ابقى مش عارفه اقول ايه، بس بجد تحفه جدا جدا جدا. انا يعني والله ما اعرف ان انا كنت اجي ان يبقى في بيت هنا، ولا عارفه اصلا هبات هنا ازاي. وبجد الاجواء حلوه جدا ومفاجاه تحفه جدا 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 ومختلفه، وانا كان نفسي فيها اصلا. كان نفسي ان يبقى في حاجه مختلفه كده، ان انا اقضي بقى فيها عيد ميلادي النهارده ويبقى حاجه مختلفه بعد النجاح. الحمد لله اللهم لك الحمد اللي انا حققته السنه دي. فبجد شكرا. انا مكسبي الحقيقي والله يا جماعه هو ده، حب الناس وحب الناس اللي انا اتعاملت معاهم، حب الناس اللي بيتابعوني، حب. انا ما يهمنيش ابقى رقم واحد، انا اللي يقول انت بقيتي رقم واحد في قطر انت مش عارفه. انا ما يهمنيش ارقام، انا اللي يهمني ان انا ابقى رقم واحد في قلبكم بس. هو ده اللي انا بسعى له. وبجد شكرا جدا قطر انترناشونال. كل سنه وانت طيبه يا عسليه. بجد شكرا شكرا معتز بجد ان انت يعني تعبت معاهم برضو، وان انت يعني بجد شكرا شكرا كل الناس اللي البتيل الكيك شكلها حلو جدا. شكرا كريم، كريم كمان ان هو عمل الصوره شكلها تحفه جدا. شكرا قطر انترناشونال تورز. شكرا بجد شكرا شكرا لكل الناس اللي بتحبنا وكل الناس اللي فاكرانا. بجد اجواء حلوه جدا. I love you دي بتاعتك؟ لا هم اللي عاملينها على لساني يعني. برضه اوت اعرف انت عملت ايه يعني بوكس ده، يعني انا عملي كله في معتز انه يبقى في البوكس ده حاجه مش سهله يعني. بص زياده بقى للاثاره مش هتفتحي البوكس دلوقتي. ده الحاجه الوحيده اللي منك عايزه خالص. مش هنفتح البوكس دلوقتي عشان الاوبن بوفيه جهز، الشوي خلص والاكل سخن ومحوح. خلينا تعالى نشوف هم عاملين ايه على الغدا. يلا يا جماعه يلا يا جماعه شوفوا ايه الغدا. ايه ده، هو انت حاجز لي المكان كله ولا ايه؟ هو في ايه؟ المكان كله لحسابك النهارده. بجد يعني انا مش عارفه، انت هشكرك في البيت لكن هم لازم يشكروك. شكرا قطر انترناشونال تورز بجد على الحاجات التحفه دي. انا جعانه، فين الاكل؟ انا جعانه. دي طبعا الاوبن بوفيه تنت 100 100 واحد يقدروا يقعدوا في القاعه دي، وانا طبعا بال 100 واحد اختار المكان اللي انا عايزاه بقى. المكان كله لحسابك. بجد شكرا قطر انترناشونال تورز بجد على ذوقكم وعلى التقدير وعلى مش عارفه اشكركم على ايه ولا على ايه، بس بجد انتوا لنا ذوق جدا وتستاهلوا كل خير، وربنا يديم المحبه كده في الله يا رب. وبجد ربنا يوفقكم ومن نجاح لنجاح دايما، وانتوا تستحقوا اكتر من اللي بيتقال عنكم مليون مره والله.
فانا يعني انا جعانه وهرجع اشكركم تاني. صراحة حاجة آخر دلع كابوريا. انتي مرة فاتت لبستيني انا كابوريا ثانكيو وجمبري. يا صباح الورد والفل والياسمين عليكم. من احلى فيو بجد في قطر، الصحراء والبحر والوجه الحسن. صباح الفل عليكم. طبعا احنا كنا بايتين في الكامب ده، ماشي، حابب يجي ينزل في نفس الكامب، هو كان رقم 14. فبجد يا جماعة بجد حاجة وهم، تحفة جدا، أجواء حلوة حلوة بجد، يعني اللي بيحبوا بقى السفاري غير أي يعني أوتيل، هيبقى الأوبشن اللي قدامك إيه؟ البحر والبسين. لا هنا بجد أجواء مختلفة تماما، يعني أنا يعني ما كنتش متخيلها كده خالص. بصوا هنروح نفطر بقى ونوريكم كمان جمال الفطار هنا على الفيو التحفة ده، يلا بينا. خلصنا، انا اذا كان عليا انا عايزه اكمل حياتي هنا اصلا بجد، زي ما انتم شايفين كده الاجواء تحفه، ومن ساعه ما خرجنا من البيت للدون باشنج للاكل كل الديتيلز بصراحه متعه متعه بجد ما بعدها متعه.
وبجد انا بشكر قطر انترناشونال تورز على الانفيتيشن التحفه دي. بجد انتوا ناس ذوق جدا محترمه جدا، انا فخوره ان انا اتعاملت معاكم بجد وان انا اتعرفت على ناس زيكم، بجد فخر ليا وبجد ان انتوا في حياتي. يعني كفايه ذوقكم، بجد كفايه اهتمامكم، كفايه ان انتوا بجد المفاجاه المفاجاه كانت بجد فرحت قلبي بجد. من زمان قوي ما فرحتش كده بجد. كل سنة واحنا مع بعض وان شاء الله مكملين مع قطر انترناشونال تورز في الرحلات، وبجد يعني انتم معاهم في ايد امينة. انا يعني بجد عن ثقة، ويعني الحمد لله انا بقول لكم تجربتي انا الشخصية انا واسرتي معاهم، عشان قبل ما يعني ما اتكلمش عن حاجة غير وانا مجرباها. وان شاء الله اشوفكم تاني في ريفيو تاني ومكان جديد وريفيو جديد وفيديو جديد في قطر الحبيبة مع إلهام عدم. يلا بينا نروح البيت.